احنا معانا على التليفون الاستاذ اشرف العشري، مدير تحرير جريده الاهرام، الخبير في الشؤون الليبيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ اشرف. يعني ايه الجديد اللي بيضيفه هذا اللقاء ومباحثات اللجنه الثنائيه المصريه الليبيه في القاهره؟ كل تاكيد شكين للتعاطي المصري خلال الساعات الماضيه وايضا غدا. شكل انا تعليق القمه الثلاثيه التي تعقد رئيس الافتتاح السيسي مع قمه الشيخ خليفه حفتر وعقيد عبد الحسين رئيس مجلس النواب الليبي. هذا الافتتاح تحديدا بلغ الاهميه في يتعلق برسم ملامح خريطه الطريق من الان وحتى 24 من ديسمبر القادم، مورد التحقيقات العلمانيه او التشريعيه والرئاسيه. وممكن استاذن حضرتك في خطوتين كده تجاه شبكه افضل، لان انا سامع حضرتك بالعافيه صوت حضرتك بيقطع وبيطلع وينزل في موجات كده، مش قادر افسر قوي الكلام، بس احنا نقدر نكمل يعني كده كويس. اتفضل يا فندم. كل تاكيد اجتماعات اللجنه الاجتماعات القمه اليوم كانت اجتماعات بالغه الاهميه لانها طبت في خانه تفاصيل فتح افق في خريطه الطريق الليبيه الخاصه بالاستعدادات الليبيه لاجراء الانتخابات التشريعيه والرئاسيه في 24 من شهر ديسمبر القادم. الموقف المصري الذي استطاع رئيس الفتح السيسي ان يعيد التاكيد عليه اليوم لكل من الشيخ خليفه حفتر وايضا رئيس مجلس النواب الليبي بيصب في خانه مسانده مصر وتوفير الغطاء والدعم اللازم للاشقاء في ليبيا لتسويه المسارات السياسيه والاقتصاديه مرورا بالمسار الامني الذي من خلاله يستطيع الليبيين ان يضعوا الاليه الخاصه بعمليه طرد المرتزقه والقوات الاجنبيه من داخل الاراضي الليبيه. طيب يا فندم، يعني مساله الطرد ديت هل هي باراده الليبيين ام باراده الدول التي ارادت ان تحشد هذه القوات الارهابيه بكم وعتاد ثقيل من الاسلحه؟ يعني النداءات المتكرره دي ممكن تؤدي الى ايه؟ يعني امتى نتوقع خروج المرتزقه مرهون بايه؟ هناك شقين للاجابه على هذا التساؤل. الشق الاول انه ما زالت هناك بعض العناصر داخل طرابلس تحديدا وفي صناعه القرار سواء في الحكومه او في المجلس الاعلى الرئاسي برئاسه خالد المشري المحسوب على جماعه الاخوان الذين لديهم للاسف الشديد بعض السيطره وايضا فيما يتعلق بالولايه على كثير من المرتزقه والجماعات الارهابيه، اكثر من 61 فصيل من الجماعات الارهابيه داخل الاراضي الليبيه حاليا ياتمروا بامره المجلس الرئاسي وجماعه الاخوان والتنظيمات الارهابيه في هذا الشان. الجانب الاخر ان عدم وجود نوع من التلاقي والوفاق بين الفرقاء الليبيين بالتفاهم حول استحقاقات المرحله، لان هناك بالفعل كثير من العراقيل والحواجز تعول حتى هذه اللحظه دون اتمام هذه الانتخابات. حتى على لسان وزيره خارجيه ليبيا نجلاء المنقوش خلال اجتماعات دول الكوار في الجزائر قالت هناك تحديات عسكريه وامنيه وسياسيه في المقام الاول. على الجانب الاخر هناك اطراف اقليميه للاسف الشديد ما زالت ترى ان الفرصه تنحها لتخريب المسار السياسي في ليبيا والابقاء على المرتزقه والتواجد العسكري، وان هذا الامر من شانه ان يخلق قلاقل ولا يؤدي الى فتح المجال او فتح ثغره في جدار الازمه الليبيه لتهيئه الاجواء نحو اجراء الانتخابات او على الاقل تطبيق نهج خريطه الطريق والمسار السياسي الاقتصادي بناء على قرارات الامم المتحده في اجتماعات اكتوبر الماضي. طيب استاذ اشرف، اسمح لي اسال حضرتك، يعني منذ انتخاب خالد المشري في 4 ابريل 18 واستقالته من جماعه الاخوان لم نجد فعلا زي ما حضرتك تفضلت الا ممانعه. النهارده الرئيس بيثمن لخليفه حفتر وعقيله صالح ان هم فعلا بيحققوا اراده المواطن الليبي وحياه الليبيين، لكن بتظل هذه الممانعه. بتشوف حضرتك ممكن يحصل تغيير في هذا الامر الفتره القادمه مثلا؟ يحدث تغيير اذا الامم المتحده قررت ان تسعى للتطبيق الدقيق والامين لاستحقاقات خريطه الطريق التي تم التفاهم عليها في جنيف في اكتوبر ومؤتمر برلين الاول والثاني تحديدا في الشهر قبل الماضي. اذا الامم المتحده ارادت ان تفعل هذه الاليات وتجبر بقيه الفرقاء المحسوبين على ميليشيات الجماعات الارهابيه والذين يوفرون غطاء حمايه وحاضنه للجماعات الارهابيه وايضا القوى التي تسعى لتخريب مثل هذه العمليه بالتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه التي اصبح لديها وجود فعلي وحضور قوي في المشهد الليبي، نستطيع ان نقول اننا نستطيع ان نوفر استحقاقات الدعم لاجراء ما يسمى ب او تنفيذ خريطه الطريق المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي. ما لم يكن هناك من الان وحتى شهر اكتوبر القادم هذه الاستحقاقات، انا من وجهه نظري سيتعذر اجراء هذه الانتخابات وربما
هناك طرحة أن تؤجل في خريف عام 22. للأسف الشديد هذا الأمر يحتاج إلى أن يكون هناك غطاء دولي يعاون مصر والدول العربية التي تسعى لتوفير استقرارات الأمن والاستقرار في ليبيا على وجه الصراحة. شكرا يا فندم أستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام والخبير في الشؤون الليبية، شكرا جزيلا.